حادث ان التداول بتاعه متوثق 450 500، مره واحده قفزه في التداول لغايه 750 760. اتخوف من الارتفاع السريع في التوقيت ده الزمني، اتخوف من سرعه او ان نقدر نقول عليه انا عدي من فوق 6000، حصل زاويه كده قايمه مقدارها كده 90 درجه مطرت لي مؤشر لغايه 6150 6200. المخاوف دي بتخليني اتخوف، ربما حد يحب يصطاد في الميه العكره ويبتدي ان يخلي البورصه من ضمن المؤثرات السلبيه او اللي تعقر على الشعب المصري في وقت ما، مع دخول توقيت حذر جدا للمؤشرات المصريه والمؤشرات العالميه والمؤشرات العربيه في نفس التوقيت ده. فعشان كده بقول لك لازم نبقى حذرين جدا، لازم نبقى واعيين جدا. البورصه تحقق الطفره اللي حصلت في الاسبوع اللي فاتت في جلسه واحده، ازاي نقدر نطلع قرابه 300 مليون او 250 مليون عن التداول المعتاد، ازاي نطلع في جلسه واحده قرابه 150 بوينت. الكلام ده كله لازم يبقى تحت اعين الجهات الرقابيه والجهات بالفعل اللي تحاسب، عشان ما نجيش بعد الهنا بسنه نقول اصل حصل كذا. زي ما احنا بنتكلم النهارده كنا بنصرخ لوسائل الاعلام يا جماعه الاستثمارات القطريه كانت بتخش وتضرب مصر، كان ده مسجل على حتى القنوات العربيه، تمام؟ قلت لهم يا جماعه الاستثمارات القطريه دخلت عن طريق شركه الاهلي وهي اللي عملت كده. كنت في الوقت ده كنت بطلع بقول ان انا بتكلم في وادي تاني، انما بعد الزمن طبعا فكره ان البورصه تطلع بشكل عمودي يبقى او بشكل حاد هي دي معناها ان هي لازم هتنزل بشكل عمودي، دي الخطوه يعني لكل لكل فعل دايما اللي هي رد فعل. طيب احنا عندنا مساعدات اضافيه من الامارات بلغت 4.9 مليار دولار، كان لها تاثير ايجابي على دخول في يعني هي طبعا ما دخلتش البورصه، دخلت مساعدات لمصر باي شكل من الاشكال، ف وده كان قرض، ده دلالته ايه بالنسبه للبورصه وكان ليه اثر ايجابي ولا لا؟ بص هو احنا في نهايه جلسه الخميس كان العكس النهارده، يعني احنا كان يوم الخميس عندنا اللون الاحمر بس الطعم اللون الاخضر، يعني الجلسه كانت حمراء بس اخر السوق المؤشرات بدات تخضر، عشان كده النهارده ظهرت العكس، كان البدايه خضراء ثم النهايه كانت حمراء بالنسبه للاسهم، فبالتالي كان في تقريبا احساس او شعور ان الزياره اللي حصلت تقريبا في الامارات او ستحدث في 48 ساعه الامارات انها كلها عاد ايجابي، فبالتالي حصل نوع من تغيير الحاله المزاجيه بالنسبه للمستثمر ان هو ابتدى يتقبل ارتفاع السوق قدام عينه وما يتحركش، فاستغل الحركه دي من يبني الارباح او من يحب ان هو يبتدي يخرج جزء من ماله، يستغل الظاهره دي او الحاله المزاجيه دي ان هو يبتدي بالفعل يسيب السوق يطلع بقوه الدفع الايجابيه بالنسبه لتغيير الحاله المزاجيه ثم يعاود مرحله جني الارباح عليه. فعشان كده هي خدمت بعض الافراد، انما هي غيرت اتجاه حتى الان لم تغير اتجاه. الاستثمارات الاماراتيه اللي جايه مصر النهارده اللي احنا بنتكلم عليها هي استثمارات جيده جدا، تمام؟ انما هل ليها علاقه النهارده بالبورصه نفسها؟ ما لهاش اي علاقه بالبورصه غير في شيء واحد بس، اللي هو مشروع الوحدات السكنيه اللي هتقدم للفقراء او القرى الفقيره والكلام ده كله. انما انا عندي حاجه ثانيه، انا عندي ان انا النهارده عندي في دواء مصر ولقاح هيبتدي النهارده هم يوفروا تقريبا حوالي 70-80% من انتاج الانسولين اللي انا بستورده من بره، ده شيء ايجابي بالنسبه للدخل القومي وليس لشيء اخر. عندي النهارده بعض المشروعات اللي هي للقرى الفقيره صرف صحي مش عارف ايه الكلام ده كويس جدا بالنسبه لهم، المشروع ده كويس جدا انما لم تضيف لي الناتج القومي شيء حتى تؤثر على البورصه. بس مفيش طبعا هتنشط شركات ربما يكون بعضها موجود في البورصه وربما يكون بعضها بيستعين، ما احنا برضو الشركات دي كلها مبنيه على بعض لان ده اقتصاد قومي كامل. بص انا بختلف مع حاجه واحده بس مع حكومه الدكتور البيبلاوي في حاجه واحده، ان انا النهارده عندي انفاق، تمام؟ وقال انا بشجع الانفاق، هو بيقول عليه انفاق استثماري، انا بقول ده مش انفاق استثماري، ده اسمه انفاق خدمي، تمام؟ لما تيجي تنتج النهارده او تزود ال 22 29 مليار على الطرق والكباري وشبكه الصرف والكلام ده، ده كلام جميل، ده انفاق خدمي، انا بزود بيه عجز الموظف، انا عايز انفاق استثماري. فكان الدور النهارده الايجابي ان انا بحول جزء من الاستثمارات الاماراتيه دي انها تبقى هي تلعب مكان الحكومه في الانفاق الاستثماري، تمام؟ انما هي برضه دخلت في دور الانفاق للمستثمرين، دخلت برضه في دور الانفاق الخدمي، انا هفضل اعمل انفاق خدمي لامتى؟ انا عندي عجز عمال بيزيد، عندي فوائد بتزيد، عندي النهارده الناس عماله بتسرب من العمال من الشغل بتاعها، عندي النهارده المشكله الاقتصاديه بتتاذى من يوم بعد يوم، وانت عمال بتزود في انفاق استثماري انا معاك لازم تزود منه، تمام؟ ليه؟ انت عندك بنيه تحتيه فوقيه تقدر ب 5 تريليون جنيه والرابط تهالك شبكه رابطه، فانت بتحاول انك انت تلحقها وترمها، ده كلام جامد، بس توفر لي مكانها انفاق استثماري، مش تقول لي والله الحد الادنى والحد الاقصى للاجور والمعاشات والكلام ده كله، انت دخلت لي في 21 مليار، طب ما تضمها دي انفاق استثماري وتشغل عماله يبقى احسن لي من النهارده بالكلام ده كله. طيب دايما احنا بنقول يعني التداولات ليها دائما كلمه، كلمه مهمه جدا. النهارده التداولات بلغت 563 مليون جنيه، طيب رايك في حجمها وفي نفس الوقت دلالته ايه بالنسبه للمؤشر؟ يعني يمكن احنا بقالنا زمان بنلعب ما بين ال 400 لل 700. تمام. انا عايز اقول لحضرتك على حته مهمه جدا حضرتك اثرتها دلوقتي، ان التداولات ليها دلاله على المؤشر. طب حضرتك انا هصدق كلامك انت ولا اصدق كلام محافظ البنك المركزي اللي قال ان الودايع زادت ل 1.2 تريليون؟ المفروض ان احنا عكس بعض. لو التداول عندي زاد هيسحب سحب من البنوك وتخاف البورصه، صح؟ طب انا عندي الودائع عماله بتزيد والبورصه عماله بتزيد، يبقى انا النهارده اللي حصل في البورصه ما حصلش تدفقات ماليه جديده،
ايه اللي حصل؟ ال 400 مليون دول هم اساسهم ال 200 مليون، بس نتيجه ارتفاع السوق وارتفاع قيم الاسهم هي اللي ادت لل 400 مليون جنيه. ربما ان السوق يكون اكتسب نوع من انواع المدخرات لا تعد 50 او 60 مليون جنيه، هي اللي دخلت زياده وعملت عمليه الانتعاش. طب الاستثمارات دي جت لي منين؟ هل جت لي من استثمارات اجل او استثمارات كانت مستقبليه انها متوقعه؟ لا، الاستثمارات دي جت لي نتيجه ان انا عندي في نقدر نقول عليها اللعيبه. مين اللعيبه اللي في السوق؟ اللي هم تجار العمله. العمله في فتره الزمنيه ابتدت تنهار، الدولار من 8 جنيه لمنطقه 7 جنيه و7 قروش و10 قروش، فابتدوا ياخدوا السيوله المتاحه هنا ابتدوا يخشوا في السوق. فنيجي نلاقي العمليه اللي حركت السوق كلهم اللي قلبهم جامد واللي هم واخدين على المضاربات العنيفه تجار العمله، فبالتالي 60 مليون قدروا يصنعوا منها سوق كبير جدا وقدروا ان هم يرفعوا لي بالقيم الاسهم عشان توصل النهارده لمنطقه 450 و500 مليون. انما التدفقات نقديه يبقى انا كده بكذب كلام محافظ البنك المركزي، فلازم واحد من الاثنين يطلع كده. خلينا في كلام المحافظ المركزي، واي يعني حد بيعرف اقتصاد عارف ان دايما يا اما في ادخار يا اما في استثمار، والاثنين لازم يمشوا عكس بعض. مظبوط. اذا كنت انا بخاف من الاستثمار هروح احط فلوسي في بنك، اذا كنت انا الـ العائد الاستثماري هيبقى اعلى ومغري هو مش هيشيل فلوسي من البنك وحاططها في الاستثمار. تمام. مصر ماشيه فين في الوقت ده ما بين الاستثمار والادخار؟ لا، احنا الاستثمار اللي في مصر استثمار بالسالب تمام، من ايام حتى حكومات حسني مبارك الاستثمار في مصر بالسالب وليس بالايجاب تمام. وعندنا هنا في مصر قايمه على الادخار، احنا بنلاحظ ثمانيه نيجي نلاقي مشاريع بتشتغل في مصر تمام، بس مردودها على الدوله ايه؟ ما عنديش. مردودها على الشعب الصغير ايه؟ ما عنديش. عشان كده بنيجي نقول ايه؟ في سوق في عداله التوزيع. اه بالفعل في سوق في عداله التوزيع. ليه بتيجي؟ لان النهارده انا بحط المليار بشتغل بالمليار ده على الشعب المصري، باخد منه 10 مليار وبخرجها على بره مصر. ما بتخشش تاني عشان تدور جوه مصر. احنا بنشوف بنوك كتير القذافي اللي شغاله في مصر وبالذات بالكريدت، وطبعا في احد البنوك اللي هو البنك الامريكي كان معرض للافلاس. شغالين كلنا كريدت وكريدت كارد بياخد 25 ل 40% بياخد فوائد، وانا بستغرب ان البنك المركزي ليه ما بيتعاملش مع البنوك ديت. تمام. انا بقول لحضرتك هنا القصه كلها، القذافي لما جه حب يدخل الطليان او ايطاليا في الاستثمارات الليبيه قال لك بشرط انك انت فلوسك تقعد جوه ليبيا لمده 14 سنه. اللي احنا كنا بنتريق على الاصول الاستثماري تمام. المفروض ان انا النهارده حتى لما بعمل روت شو وعمال بجذب استثمارات من بره اجبر عليها ان الفلوس بالربحيه، الربحيه ما تخرجش بره مصر لمده 5 6 سنين. ده انا لو عايز استثمار ايجابي بس ما يهربش لان معدل العائد في مصر اعلى من معدل العائد بره. واخد بالك التخفيضات الضريبيه اللي موجوده في مصر اقل من اللي موجوده بره، فبالتالي انا العائد اللي موجوده في مصر احسن من بره وارخص من اللي ارخص من اللي بره، فبالتالي انت بتكسب عندي هنا 100%. يعني انت مثلا خدت رخصه، الرخصه 200 و300 يعني. انت خدت رخصه النهارده واخد بالك مثلا بحوالي 1.7 مليار، تيجي تبيعها بعد 10 سنين وكل سنه بتحقق منها 4 مليار تبيعها كمان بعد 10 سنين ب 28 مليار، يبقى انا كسبت كده ولا ايه؟ انا خسرت. هو انت عشان شغال 4000 واحد؟ شفنا الحركه دي حصلت في صناعه الاسمنت. ما انا بقول لك عشان شغال 4000 واحد كل سنه بتطلع ب 4 مليار وانا بايعها لك ب 1.7 وفي الاخر كمان بيبيعها لي ب 28 مليار. 28 مليار ده مش ده استثمار سالب مش ايجابي. فبالتالي احنا بنتكلم النهارده ان احنا عندنا بالفعل استثمار في مصر سالب. طب احنا قايمين على ايه؟ قايمين على الادخار. طب بنعمل ايه؟ البنوك والمؤسسات خايفه من هذا السالب في الفتره الزمنيه دي، فبالتالي عندها مشكله كبيره جدا في مشكله انها تجيب عوائد، ففضلت انها تهرب من المشكله دي كلها بتاعت التصنيف او عمليه الاقراض تبتدي تروح للسندات الحكوميه. فالسندات الحكوميه الفتره اللي فاتت قالت والله ده انا العجز عندي عمال بيزيد وعمال بدفع فوائد فلوسي مش شغاله، طب اعمل ايه؟ انا مضطر ان انا اخفض سعر الفائده. اخفضها ليه؟ عشان اخفض من الدين العام نفسه من عجز الموازنه الفوائد بتاعت الدين ده. فاحنا اللعبه بتاعت التخفيض هنا مش زي ما بيقولوا عشان بيخفض من التضخم وعشان يشجع الاستثمار وعشان لا، انت عشان تقلل العجز بتاع الموازنه بتاعتك وتقلل عجز الموازنه في الغالب. فاحنا مش عايزين نضحك على بعض المصطلحات، لان زي ما بيقول 1+1 في الاقتصاد ما بيساويش 2، بيساوي انت عايزه كام. انما اللي احنا عايزينه الفتره دي وعشان حضرتك اثرت بقى القنبله الموجوده الاستثمار في مصر، هل النهارده الاستثمار في مصر يخليني اروح بشركات وبرنامج الخصخصه للمحاكم وتطلع النهارده محكمه تطلع حكم برجوع هذه الشركات اللي النهارده ليها حملت اسهم وليها مساهمين وليها رؤوس اموال زادت وتم سديد المديونيات بتاعتها داخل البنوك واللي عليه فلوس خدها، واجي اقول لك النهارده الشركه ترجع لحكم الدوله، واجي اقول لك هنرجع ازاي تقوم شركه قابضه تقوم معلنا ان في رئيس مجلس اداره، يبقى الشركه عندنا ليها 2 رئيس مجلس اداره، واحد منتخب من الجمعيه العموميه والتاني منتخب من الشركه القابضه. يا سلام، جميل جدا. انا بقول لك انا عايز استثمارات، مين هيجي يستثمر؟ كده هيخوف. انا عندي 97 قضيه موجوده في المحاكم الاداريه كلها بنفس المنطلق ده. عشان كده الخطا هنا مش من يعني لا اساس لحكم القضاء.
ولكن انا بعترض على تشكيل المحكمه القضائيه نفسها الاقتصاديه. المحكمه الاقتصاديه انا نقلت جدول من جدول. انا المفروض في المحكمه الاقتصاديه النهارده اقول والله ده قاضي قانوني يبقى عضو يمين مالي وعضو شمال اقتصادي ويبقى هنا المحكمه دي محكمه مميزه يبقى في سرعه اتخاذ. لان انا النهارده لما اجي اتكلم عن القاضي لو القاضي مثلا الحكم بتاعه شيك بدون رصيد يقول لك والله مثلا من سنه لست سنين. القاضي لو دارس السوق وحاسب السوق واللي جنبه واللي يمينه خبرة هيقوله ده ظروف الاقتصاديه بتخليني النهارده ما اقدرش اديله 6 سنين. الراجل ده مش متعمد ده العجله الاقتصاديه توقفت فبالتالي ده الراجل عليه وليه فبدل ما يديني الحكم. وعلى فكره برضه انا يعني تعليقا على ده طبعا احنا ما بنعلقش على احكام القضاء بس فكره ان الشيكات نفسها والسجن في الشيكات والكلام ده والكمبيالات ده ما عادش موجود في العالم كله تمام بس للاسف موجود في مصر. احنا بنتكلم على نوع معين من القضايا. برنامج الخصخصه النهارده 97 شركه معرضين النهارده كلهم يرجعوا للدوله. طب هل الدوله او مش عارفين يحلوها ازاي؟ انا بقول الحل واحد بس وتنفيذ الحكم واحد. هو قال لك بطلان العقد. معنى كلمه بطلان العقد يا سياده الوزراء او يا سياده المجموعه الاقتصاديه انك انت بتلغي الصفقه. معنى كده انك انت الدوله لازم ترجع اموال اللي حملت الاسهم لفلوسها تاني. يعني الصفقه دي مش من 4 سنين ب 10 مليار تديلهم 10 مليار وعلاوه على كده ايه كل الفلوس وزيادة راس مال ترجع لهم كمان. يعني انت النهارده لو البرنامج ده حصلت منه 60 مليار هتدفع عليه عشان تنفذ الاحكام القضائيه 100 مليار كمان. طيب احنا سريعا عشان ما عادش عندنا وقت قبل ما اقول لك توقعاتنا للسوق بكره. طبعا في تصريحات لرئيس الرقابه الماليه تعديلات القيد بالبورصه قبل نهايه 2013 برايك ايه هي التعديلات ديت وسريعا وبعد كده ندخل. هو ده كويس جدا ان هو بيبتدي يعمل نوع من انواع ان هي ضروره توليفه عشان الشركات اللي خرجت يبتدي يحل مكان شركات ثانيه. ولكن انا بتكلم عليه انا مش عايز اعمل تعديلات انا عايز اعمل امتيازات للقيد. يعني فيما معناه ايه انا الشركات دي عشان تضيف الناتج القومي وتبقى الشركه دي اضافه وتتمتع بانواع ادوات التمويل من البورصه يبقى لازم اقول له والله انت عندك اعفاء ضريبي للشركات المسجله 2% هاجي الاقي راس مال السوق ابتدى يكبر عن طريق الشركات دي هتدرك ويبتدي التعامل عليها ويبتدي النهارده التمول من خلال البورصه واشجع الشركات دي انها تدرك. انما ما عنديش الامتيازات للقيد قبل ما اقولها بغير قواعد القيد عندي امتيازات القيد. لان اللي بيحصل النهارده للقيد مع الاسف هي ناس مش عارفه تبيع شركاتها بره تقوم حطها في البورصه تبيع اللي عايزه تبيع وتفضل قاعدين على الشركه. ده اللي بيحصل دلوقتي. فبالتالي بفتح باب للتلاعب وليس بفتح باب الاضافه للبورصه او اضافه راس مال السوق ولا اضافه للنادي القومي المصري. ده المفروض ان هو يعمله. ادي مزايا يا دكتور يا دكتور افتح باب المزايا للشركات عشان كل مصر تخش داخل البورصه ترفع راس المال السوقي اللي هياثر لك بعد كده على التصنيف الائتماني بالنسبه لمصر. طيب. وهيبقى اضافه للنادي القومي واحد ادوات التمويل بدل ما انا باخد من البنوك هاخد من البورصه المصريه. البورصه المصريه. طيب توقعاتنا لبكره ان شاء الله اتجاه عرضي مالي للهبوط وما زال حتى لازم اقول لك الفرصه للتخرج. فرصة للتخرج. انا بشكر حضرتك استاذ وائل النحاس خبير اسواق المال على يعني الحلقه ديت. ومشاهدينا الكرام بالطبع دايما بنشكركم على متابعتكم لحلقاتنا من مؤشر النيل ونتمنى ان هي تكون بتادي دورها. بشكركم ان شاء الله بكره مؤشر جديد وزمن جديد. الى اللقاء.